أعلنت مؤسسة نور دبي تحقيقها رقما قياسيا هذا العام في عادة نعمة البصر إلى ما يقارب 10,000 شخص في جمهورية بنغلاديش من خلال فحوصات طبية وعمليات جراحية وغيرها من العلاجات. المزيد في تقرير الزميل فيصل الحمادي. خلال 15 يوما أعادت مؤسسة نور دبي البصر إلى قرابة 10,000 شخص في عدد من الولايات في بنغلاديش، حيث قام الفريق الطبي بإجراء الكشوفات الطبية وتوفير العلاج بالدواء والنظارات الطبية وإجراء أكثر من 1,000 عملية جراحية في ظل تحديات كبيرة يواجهها العالم في توفير الرعاية الصحية للجميع. لكن مؤسسة نور دبي وضعت استراتيجية متكاملة لتوفير المخيمات العلاجية المتنقلة لمد يد العون وعلاج المحتاجين. يستمر عطاء دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، وذلك بتوجيهات واضحة من القيادة الرشيدة في الدولة، طبعا بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق، وإنما من أجل الإنسانية وكرامتها. طبعا اليوم مؤسسة نور دبي قامت بحملة يعني لإعادة النور والبصر لعدد كبير من المرضى في عدد من المناطق في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية وإشراف سفارة الدولة في بنغلاديش. في ولاية باجورا وحدها قامت مؤسسة نور دبي بالتعاون مع شركائها بفحص وعلاج أكثر من 500 مستفيد، أكثر من 600 عملية جراحية، بالإضافة لتوزيع قرابة 1,900 نظارة طبية، سعيا منها في تقليل نسبة الراشدين المصابين بالإعاقة البصرية والتي بلغت 19%. وفي ولاية جيبرهات قامت المؤسسة وبدعم من مجلة 999 الصادرة عن وزارة الداخلية بفحص وعلاج أكثر من 7,600 شخص وإجراء أكثر من 700 عملية جراحية وتوزيع قرابة 2,500 نظارة طبية. اليوم نحن في مخيم نور دبي العلاجي، هذا ثاني مخيم نقوم فيه في بنغلاديش. الأول كان في منطقة بوغرا، واليوم نحن في منطقة جيبرهات. طبعا تتميز منطقة جيبرهات بعدد سكانها يبلغ أكثر من 1,000,000 نسمة، أغلبهم من كبار السن ومعرضين لأمراض مثل المياه البيضاء وارتفاع ضغط العين. في مخيم نور دبي نقوم بإجراء الفحوصات المجانية وأيضا العمليات الجراحية وتوزيع الأدوية والنظارات اللي هي خاصة بالفئة العمرية اللي نحن نعالجها اللي هم كبار السن. تسعى نور دبي من خلال تلك المخيمات إلى دعم مساعي جمهورية بنغلاديش في القضاء على الفقر وتوفير الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد، بالإضافة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وعلى الصعيد العالمي فقد غيرت نور دبي واقع ملايين الفقراء الذين يعانون مشاكل في البصر، حيث وصلت إلى 32 مليون مستفيد حول العالم.